والمقدمة لفراس الخطيب اللاعب الخطير في نادي الكويت وأندية نيم الحكام دولي السابق راضي الحداد. داية المباراة والرأسية والكويت لجمعة سعيد. جمعة بيحاول ملعوبة على طول عبد الله البريتشي، لعب العرضية تمر من الجميع خارج الملعب إلى رمية التماس. التضامن وليد الرشيدي بحراسة المرمى، الأطراف يمين فهد مشعل وعلى اليسار السوري حميد ميدو، وفي قلبي الدفاع اللي وصل للنقطة 43 النصر 39 عربي 37 بعد الثلاث نقاط لم تسجل. هذه كرة ملعوبة غريبة لميدو والتسديد، لكن هي برا الملعب إلى ركني. إلى إن شاء الله بالتوفيق للفريقين. وميدو يلعب الركنية، ميدو تنزل مرة ثانية ويشوت في راية في راية في راية في راية في راية. دقيقة 8 كانت الركنية الأولى للتضامن لكن تصافرة و الراية والتسلل. شايف شايف واضح 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 واضحة للمدافع الكرة معاه عادل الحيلي مغطي عليه ومعطيه فرصة يسلم كرة للتضامن. أقرب إلى كمارة كمارة لكن أيضا في صافرة خطأ ملعوب لنادي الكويت. والركنية لنادي الكويت اللعب. هاتوا خوط طلال مرة ثانية بيعليها طلال ويحاول عادل الحيلي لكن حصلها من أمامه درس المتراجع. صافرة والخطأ في الكرة المشتركة 33. لكن أذكر أننا دائما نقول يعني نتيجة الكويت والعربي لم يتم تعديلها الجدول اللي عندي لعدم يعني صدور القرار الرسمي دائما من الهيئة والاتحاد الكويتي لكرة القدم. كرة ملعوبة الاثنين على الأرض السلامة إن شاء الله. يقول اثنينكم بالأرض الحكم يشرح لعادل الرحيلي وأيضا يوسف العنيزان السلامة للاثنين. والله برافو يعني شوف عادل عقله يعني يروح لعادل الرحيلي يقول العبها برا لان الكره طلعوها التضامن. حسين حاكم على الارض، جمعه سعيد، عادل الرحيلي تقدم عادل الى طلال جازع خطا يعني يساعد دفاع يساعد فهد مشعل من الجهه. نرجع مره ثانيه في النص جمعه سعيد جمعة سعيد وين بيروح يسلم على اليسار وطلال جازع العرضية والرأسية وين رأسية من راس إلى ضربة المرمى. شوف سلمها جمعة سعيد طلال جازع وفي راس الخطيب سهلة جدا بمراقبة أيضا لا لصيقة من السوري الآخر حميد ميدو. شايف الإيطالي لوكا إلى أحمد إبراهيم مقطوعة وهذه كرة سريعة جمعة سعيد ما فيها شيء. جمعة سعيد جمعة سعيد جمعة سعيد جمعة سعيد حلوة حلوة أخطر كرة جمعة سعيد ويشيلها حارس المرمى وليد الرشيدي والتسديد لكن وين برا الملعب إلى ضربة مرمى. كمارة وين هذه اللعبة اللي طبعا شوف شوف جمعة سعيد حقيقة بمهارته العالية ولما لعب الكرة والحارس تألق فيها على طول كرة جمعة سعيد مرة أخرى خرجنا يعطيك الكرة والأخطر في المباراة لنادي الكويت. وشوف مهارة الحارس طلال جازع طلال جازع حاول يمر سكر عليه دا سيلفا والعرضية لكنها أقرب وبحركة هوائية أيضا استقلها حارس المرمى وليد الرشيد. دقيقة 17 أول فرصة خطرة جمعة سعيد شالها الحارس على أرضيته ومنطقته. كمارة كمارة كمام ريمور الله 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 حلوة حلوة أيضا جميلة في الدقيقة 31
الدقيقة 31 الفرصة الثانية. وهذه شوف شوف كمارة، شوف يا سلام يا سلام يا كمارة ويا أحلى حقيقة للحارس وليد الرشيد للمرة الثانية يتألق. دقيقة 27 ودقيقة 31 في كورتين لنادي النادي العربي ب 67 نقطة. وفراس الله 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 على الكرة هذه يا فراس، شلون ضاعت من الخطير فراس، شلون ضاعت من فراس في هذا المكان برا الملعب الى ركنية. شكل الكويت قرب للهدف الاول، شكله قرب للهدف الاول. يوسف الخبيزي، خبيزي يرجع ورا الخبيزي، كمارة، حسين حاكم تركها لعبد الله شايت، الله حلوة عبد الله البريتشي يفاجئ الجميع بكرة من مسافة تقريبا يعني نقول 40 ياردة، لأن شاف ما في حلول إلا من خارج منطقة 18 تسديدة الحلوة لكنها برا الملعب إلى ضربة مرمى. والله لو غير على جهة اليمين الآن سامي الصانع يتقدم ويلعب العرضية سامي، والرأسية السهلة يمرنه يمرنه جمعة سعيد، يمرن المتألق وليد الرشيدي بالرأس سهلة جدا، ما هي قوية ولا هي رايحة لزاوية صعبة، أخيرا بإيد وليد الرشيدي. وليد يطول ناحية أندرسون، يكسب خطأ أندرسون مع عادل رحيلي، وهذه الكرة شوف التسديدة الجميلة الحقيقة لعبد الله، لديه القدرة والشجاعة انه يشوت وفعلا يشوت بايد حارس المرمى وصافرة النهاية مع 5 دقائق كوقت بدل ضايع، من 4 إلى 5 اصبحوا طبعا دقيقة بين الوقت الفعلي والحقيقي ووقت بدل الضايع. على العموم صافرة النهاية حكم مباراة سعدل على المرمى بين الغائمين والعارضة والحارس وحسين حاكم، وين راح يلعبها قوية شويت لكن بإيد وليد الرشيدي قوية. أول طبعا أخذ انذار، راح أبعد الكرة وهي واقفة والخطأ للكويت. على العموم كرة سريعة الكويت، جمعة سعيد لكن تنشال حلوة، الكويت واضح ضاغط، الكويت واضح انه ضاغط في بداية شوط المباراة حق عمل الإحماء صالح مهدي، وهذه الكرة جمعة سعيد شايف وأيضا أبعدها. أوه سلامات سلامات، كرة أيضا حسين حاكم القوية وأخذها بكل ثقة طبعا وليد الرشيدي. الآن الكويت واضح في ملعب نادي التضامن، كمارة كرة معاه البينية ممكن كمارة وسامي لكن أقرب وين فيها ركنية، فيها ركنية ركنية هي الأولى، ركنية هي الأولى. الشوط الأول 4 دقائق وأول ظهور لسامي، وهذه الركنية اللعبت والرأسية حلوة حلوة، جمعة سعيد جمعة سعيد الركنية اللعبت على رأس، شوف جمعة سعيد ويضعها على الزاوية اليسار لكن بسلام مرت إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. الكويت وعينه على الهدف الأول لحارس مرمى، ما هو قادر يشوتها عدل، توصل عبد الله البريتشي، البريتشي مر البريتشي وكرة معاه بيعلي كرة لجمعة سعيد، ولكن بمبدأ الأمان والثقة بالنفس يبعدها أحمد إبراهيم إلى ركنية. أي طالبة يقول أخذها بإيده، جمعة سعيد يكلم حكم مباراة يقول أخذها بإيده. على العموم ركنية سادسة، شوف طبعا ما تبان لنا، لا كان أيضا هجمة المرتدة، ضاري النزال، ضاري في صافرة على ضاري والخطأ لنادي الكويت. سامي الصانع يلعبها سريعة، ليش يلعبها سريعة؟ لأن الكويت هو ماشي هو المسيطر على المباراة في شوطها الثاني، وهذه محاولة ناحية طلال جازع
طلال يرجع ورا طلال والعرضية وين من عادل رحيلي أيضا تبعد من حميد ميدو إلى رمية كويت بيجهز لاعب كبديل أول وهذه العرضية أحمد إبراهيم بيشيلها وخطيرة للبريتشي لكن وين يا البريتشي كريستيان كريستيان أغرب إلى ضاري النزال ضاري وفي صافرة وفي خطأ لضاري النزال ممكن يحصل على الكرت الأصفر عطاك خطأ يعني أنا ما أعرف لاعب عطاه خطأ وليش محتاج تضرب كمارة يضغط على كمارة حصلها دا سيلفا لك في صافرة فراس الخطيب يغادر أرضية الملعب مشكور فراس أدى الدور الأعلي والدور الآن يأتي على حسين الحربي سلامات للاعب دا سيلفا البرازيلي اللي أمامك في مراوغته على العموم خطأ لنادي التضامن لوكا كريستيان الإيطالي كريستيان يبعدها مصعب بعدها مصعب في صافرة في خطأ يقول له تفضل يقول له تفضل هو صارخ البرازيلي دا سيلفا يقول له تفضل على العموم يبعدها حامد الرشيدي دخول على أول 17 دقيقة من شوط المباراة الثاني أحمد حزام يحاول لكن في صافرة وفي خطأ صافرة والخطأ الإيد والدفع مع حزام والبنية الجسمانية أيضا تختلف إيه لا ضربت ما شايف كرة اللي شالها واعتقد أنها أخطر كرة كرة ثابتة سعد طيري تلسون تلعب ممكن خطيرة ويحاول يشوت سهلة سهلة جدا للاعب البديل عبد الله سعود تأكيد لقاء القادم الكويت مع برقان مقطوعة من فهد الهاجري أغرب إلى كمارة كمارة يمرر بينية جمعة سعيد خطير جمعة سعيد ولا زالت لكن يشيلها دفاع التضامن شيلها لعبها صح جمعة سعيد والكرة الملعوبة الآن حلوة فوتها وخطيرة لو حصلها خطيرة لو حصلها أغرب إلى مصعب أغرب إلى هاجري اللي تقدم يوسف الخبيزي هذه كرة ملعوبة طويلة والمحاولة لمست يد لمست يد جمعة سعيد الإيد خلف شوف شوف الإيد وإلا لو ماخذها بيدك كان ممكن يكون بلينتي لك المهاجم لازم يعرف دلهادي خميس تغيير اللعب جهة اليسار سريعة حصلها قبل العود والبريتشي ممكن يلعبها خطيرة لكن بيد صالح مهدي خطيرة باتجاه الهادي خميس وأحمد حزام لكن صالح مهدي في المكان المناسب شايف أوه أحمد حزام ظل بريتش لعبها على الرأس وصالح مهدي بثبات سامي عبها يوسف العنيزان يوسف خطأ ليوسف العنيزان حتى اللحظة شايف حسين حاكم مع يوسف داخل منطقة 18 يعليها حمد أمان أوبه مرت بسلام مرت بسلام من حامد الرشيدي لو لمسها ممكن جول شوف 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 حمد أمان صح وشوف حامد ياه فرصة فرصة هدف التضامن ضاعت من حامد الرشيدي على قوم كرة سريعة وبيده بيده في صافرة وطبعا فيها كرت أصفر بالتأكيد
عبد الهادي خميس يعني ما ادري جمعه سعيد وعبد الهادي باليد يعني ليش اخذ الكره في اليد وانا مهاجم شوف 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 شكرا مخرجنا وهذه اللي عاده فيها الافاده بالتاكيد للفريقين يفتح على اليمين يسار يرجع ورا الان فهد الهاجري اللي اصبح هو الظهير الايسر فهد الهاجري سامي صانع سامي بينية ممكن والعرضية بيحطها جول خلصها جمعة سعيد جمعة سعيد في الدقيقة 43 من الشوط الثاني سامي يبدأ في كرة حلوة وراح ياخذ انذار طبعا راح ياخذ انذار جمعة سعيد ايضا ياخذ انذار شوف 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 سامي عبد الهادي خميس ويخطفها من امام الجميع جمعة سعيد يخطفها من امام دفاع نادي التضامن يخطفها بسهولة بسهولة ياه من امام احمد ابراهيم من امام احمد ابراهيم هدف الكويت الاول الكويت يتنفس الصعداء في الدقيقة 43 وأيضا انذار على جمعة سعيد انقض عليها الحقيقة جمعة سعيد ويسجل هدف المباراة الوحيد جمعة سعيد هذه كرة ملعوبة تنقطع خطأ نادي التضامن دقيقتين راحوا من الأربع دقائق الأخيرة للتضامن حمد أمان حمد أمان ملعوبة خلاص خلاص مصعب الكندري يحصلها مبروك لنادي الكويت 3 نقاط هارد لك التضامن هذه الخسارة رغم أنه قدم مستوى طيب وعالي جدا في شوط المباراة الأول لكن تغير الحال في الشوط الثاني لنادي الكويت وجمعة سعيد يخطف هدف قاتل في الدقيقة 43 من شوط المباراة الثاني مبروك الكويت هارد لك التضامن على الخير والمحبة التقينا على الخير والمحبة يودعكم دائما حامد كميل